شباب، معكم أحمد من قناة XX9XX. اليوم جايب لكم أن غيرت الـ giveaway 165 سب، لأن عشان الظروف ما سويت انترو ولا شي مجهز ولا background، لكن جاي أسوي كومنتري. الكومنتري طول، يعني كنا 6 ساعات أو 7 ساعات على ما نزلته، الحين يعني 8 الصبح، يعني الحين ما وصل. أوكي ما يهم منهم. الانترو جيبوي راح يكون شنو؟ انترو باك جراوند، يعني شوي عيلة انترو باك جراوند بس. راح احط فيديو ثاني لما نوصل 160، راح احط فيديو ان 160، راح احط فيديو ان لازم تسوي على الفيديو لايك وفيفورت وكومنت وبس، راح تدخلوا بالمسابقة. اوكي ويانا الفيديو ان شاء الله ينال اعجابكم. هذا الادت ما ادري على السريع شو سويته، المهم انا جاكم. وبس يلا واصل على قصتي على واحد حقه واي شيء. وبس يلا سلام شباب. ماي. Ma tu vas me dire,